السلام عليكم اخواني، الله يصبحكم بالخير. كيفكم اليوم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. حاليا انا طالع على طريق ماردين ان شاء الله. انا عم بعبي ديزل، اللتر اليوم الديزل ب 22.27 لتر الديزل، والبنزين 21. الساعة عندي حاليا 4:45 صباحا، درجة الحرارة 19، الجو حلو رائع اليوم. انا عندي اول شيء طريق اخواني على العثمانية، بعدين على مدينة اسمها أورفا، وبعد أورفا ماردين، وبعد ماردين زاخو. فعندي تقريبا شي 850 كيلو متر إن شاء الله عز وجل بإذن الواحد الأحد أوصل بالسلامة. دعواتكم الطيبة، راح أعطيكم التفاصيل كاملة بالنسبة للأوتوبان، فحص بي سي آر، الحدود العراق إن شاء الله، تخريجي من حدود تركيا، راح أدخل من جهة كردستان العراق إن شاء الله. راح أحسب لكم المسافة من أنقرة باتجاه زاخو أو باتجاه ماردين، يعني المسافة اللي أنا تعطلت فيها من أنقرة إلى مرسين، وبعدين من مرسين إلى أنقرة، هذه راح ألغيها من الكيلومتراج مشان أحسب لكم المسافة بالضبط من السويد إلى العراق إن شاء الله. باقي لي إن شاء الله 100 كيلومتر بوصل على مدينة العثمانية، وراح أحسب تكملة الرحلة من السويد إلى العراق من أنقرة إلى مدينة أورفا إلى حدود زاخو. راح اعطيكم المسافة كاملة مع المصاريف، مع الاوتوبان، مع سعر الديزل. هون اخواني بلش الضباب يطلع، الحمد لله انه الضباب خفيف ما له قوي. مدينة أورفا طبعا اخواني بعيدة عن مدينة عثمانية تقريبا 165 كيلومتر. هون جبال قدامي كبيرة وصاير الشروق أول ما بيطلع ما شاء الله تبارك الله. هايلي إن شاء الله لمدينة غازي عنتاب 150 كيلومتر، 17 كيلو لمدينة عثمانية. طبعا بعد ما وصل إن شاء الله على مدينة غازي عنتاب أخذ الوجهة إن شاء الله إلى مدينة أورفا. اخواني كان في حادث، سبحان الله كان في حادث هون، بس الحمد لله الامور سليمة. كان في سيارة زاحطة، هي شاحنة كبيرة، واقف الامبولانس التركي فعم يساعده. الشروق ما شاء الله بلش يطلع بتركيا. انا ما بعرف اخواني صراحة، متحمس كتير على الرحلة الى العراق، متحمس جدا لأوصل للعراق، فما عم يجيني تعب، وبنفس الوقت عم فكر كيف بدي أوصل لحدود العراق. طبعا أول شيء غازي عنتاب، وهون عندكم كهرمان مرعش بيقولوا له، هيك مكتوبة عندهم باللافتة. وفي بعد إن شاء الله غازي عنتاب مدينة أورفا، وبعدين إن شاء الله إلى ماردين. هذا طريق ان شاء الله اليوم لوصل باذن الواحد الاحد الى زاخو. طبعا اول ما طلعت من مرسين بالليل اخذت شويه مكسرات من المحل يلي صورت لكم اياه، واخذت شويه فواكه، اخذت بصراحه كم قطعه حلو قلت بتسلى فيهم الى طريق العراق ان شاء الله. هلا بدي ارتاح بالعثمانيه ان شاء الله. انا عندي ديزل لكن بدي اعبي ديزل افضل، ولبين ما اوصل على مدينه غازي عنتاب كمان برجع بعبي ديزل هنيك. يعني هي مشان اخواني انه انزل ارتاح شوي، حرك حالي، ومنها انه ما يكون في وزن على السياره، يعني لانه كل شيء تمام، محطات الوقود متوفره بشكل كتير داخل تركيا، هذا امر كتير كويس، فالواحد ما بيخاف لا سمح الله ينقطع من الديزل. سبحان الخالق، يعني انا طول الطريق عم بتفرج على الشمس ما شاء الله، وعم تطلع شوي شوي فوق الجبل. بصراحة انا شفت كذا منظر بطرقات السفر بالنسبة للشروق والغروب، لكن والله اخواني هذه اول مرة بشوف هيك منظر حلو رائع جدا، يعني منظر بيخلي الواحد يفكر كتير بخلق الله عز وجل. هذه كل الأراضي إخواني مزروعة زيتون،
من 10 كيلو متر ولحد الآن كل أراضي على اليسار مزروعة زيتون ما شاء الله. هناك كل الأراضي كمان مزروعة زيتون وقمح، بس أكثر شيء على جهة اليسار هون مزروعة كتير زيتون ما شاء الله. فشكلها هي الأراضي كلها قمح وزيتون بس، هيك اللي مبين عندي. فباقي لي بضع كيلومترات لمدينة العثمانية. أنتب بروم بروم تفضل. اسم أبي؟ هاكان. هاكان؟ إخواني هذا الأخ هاكان والله ما بعرفه صراحة، شلته من الطريق هون المسكين واقف رايح على غازي عنتاب، حبيت أخده معي منه، هو بتسلى معي وبتسلى معه. وهون إطلالة الأراضي هون كلها هلأ بلشت ليمون مثل ما شايفين يمين ويسار. هون بلشت تطلع لي الأنفاق قبل غازي عنتاب، بلشت هون عين توليد الطاقة. طبعاً بعيدين شوي ما بعرف إذا بيبينوا عليك. هون هون بلشت الشمس تطلع مزبوط إخواني، والله مناظر عم تطلع لي، يعني ما بحس بالتعب ولا بالأرهاق، بس الواحد يقعد يتفرج على مناظر الأراضي والشمس يمين يسار، كل أراضي مزروعة ما شاء الله، طبيعة رائعة جدا. إلا ريستوران. ريستورانت. 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 You work in restaurant. Gaziantep varmadan yıkama testi var. Aha. Maşallah, tebarakallah. Maşallah, maşallah. طالع المنظر هون اخواني مثل طريق كوسوفو او مثل طريق صربيا، وقت صورت لكم اياه بالفيديوهات السابقه. هذا الطريق بصراحه شكله كله انفاق، لانه طلع لي اول نفق وهذا الثاني. هون اخواني الاخ هاكان علمني معلومه عن مدينه اورفا، الى اسمين، اسم اسمه اورفا واسم اسمه شلورفا. تمام ابي؟ عينه ها؟ عين ارفو اورفا شلورفا. عين ها اخواني، هون الاخ هاكان طبعا عم بيقول لي على اسم عنتاب، هي نفسها غازي عنتاب، في لها اسمين، اذا قلتوا لها عنتاب، اذا قلتوا لها عنتاب او غازي عنتاب نفس الشيء. عم بيقول لي هون الاخ هاكان كاتب لي بالمترجم المسكين، عم بيقول لي اذا بدك تروح تفطر معي، فقلت له لنشوف اذا على طريقي اوكي، اما اذا بدي اتاخر لا، لانه انا ساحب سحبه وحده ان شاء الله. فسبحان النصيب، ما بعرف وين الله مخبي لي رزقي. طبعا اخواني هون عبيت ب 230 ليره تركي، اللتر ب 22.34 قرش. هون طبعا محطه الوقود عم ينظف لي الازاز السياره منه مشان التصوير يطلع واضح، ومنه الرؤيه بالنسبه لإلي مشان السفر تكون كمان كويسه. وقفت هون باستراحه اسمها دينيش بارك طليب اوستا، هذا اسمها السياره. هون محل ما بيشتغل الأخ هاكان يلي وصلته، هذا مطعم أو بالأحرى بيشتغل بكافيتيريا ما بعرف. يا الله يسعد صباحكم أخواني، هون الأخ مجاهد من حلب صح؟ تعرفت عليه هون محطة الوقود بعد ما وصلته للأخ هاكان، فشفت هون الأخ مجاهد وعندهم هون استراحة، فينكم تاخذوا شيء تفطروا تشربوا شاي قهوة. في عندهم هون أشياء إذا حابين تشتروه أنتوا رايحين على ماردين أو أورفا أو إلى العراق، يعني ما شاء الله شيء مرتب. حتى عندهم هون صنادل اسعارها حلوه جدا هون اخواني. هون طبعا الشباب ما شاء الله الاتراك حابين يطلعوا بالفيديو، هذا الفيديو هذا، فاشرح لهم انت اخي مجاهد، ترجم لهم انه حيطلعوا بالفيديو ان شاء الله، بس من تجوا ببعث لك خلي يشوفوه. فمبسوطين عم بصور فيديو على اليوتيوب لانه رايح على العراق ان شاء الله، قال بدهم يطلعوا على الفيديو فحبيت طلعهم هون. هون الاخ مجاهد اخواني الله يجزيه خير، عزمني على كاسه شاي بصراحه تفيد فيها بهالجو، لانه اول ما طالع الضوء بصراحه هالمنطقه بارده. هاي الاخ مجاهد الله يجزيه خير من حلب من سوريا. طبعا وصلته للاخ هاكان على الاستراحه، بدي اخلص كاسه الشاي، بس خلص كاسه الشاي ان شاء الله منطلق الى غازي عنتاب. باقي لي ان شاء الله 40 كيلومتر بوصل على مدينه غازي عنتاب، يعني من 7-8 كيلومتر الى الان كله طلوع ما شاء الله، وبصراحه طلوع شوي يعني قاسي. طبعا عبيت بمرسين اخواني 200 ليره تركي ديزل، وعبيت مدينه عثمانيه 350 ليره تركي، وقبل غازي عنتاب عبيت 230 ليره تركي ديزل. هذه التكلفه من مدينه مرسين الى مدينه ماردين قبل حدود تركيا العراق. هذه الشاحنه محمله خواريف ما شاء الله.
هلا حاليا اخواني دخلت على ضواحي مدينة غازي عنتاب، اخذ وجهتي ان شاء الله الى مدينة اورفا او شلورفا. هذه كلها مدينة غازي عنتاب، بس منظرها بصراحة بخوف، يعني مبين عنا هذه المدينة كبيرة. تقريبا اخواني شكلها مثل انقرة، وعندهم هون هندسة البناء مثل ما شايفين سحبة البناء عندهم بصراحة رهيبة، مرتبينها يعني مرتبين بشكل رائع هندسة البناء. طبعا هلا حاليا طريقي الى اورفا ومدينة نسيب. وصلت هون على مدينة صغيرة او قرية اخواني اسمها نسيب، هذه هي سايرة هي على جهة اليمين، بس شفت اسمها على الجي بي اس فاسمها نسيب. هذا اخواني طلع لي هون سد، هذا السد صراحة قبل مدينة البيرة على طريق اورفا. انا دائما بقول لكم اخواني عبوا ديزل احتياط، مثل ما شايفين هون في اشاره عليها محطه وقود ملتغيه، فدائما بقول لكم عبوا ديزل احتياط ان شاء الله سمح الله تنقطعوا على الطريق. مثل ما شفتوا هلا اللافته مكتوب عليها محطه وقود عاملينها اكس انه ما موجوده، فهذه حبيت نبهكم عليها على الطريق. وصلت اخواني على مدينه اورفا، هذه مدينه اورفا. أنا حالياً بالحديقة اللي صايرة بأورفا، مدينة أورفا. رح صور لكم السمك بالبحيرة، ويقال هذا المكان من فوق محل ما رموا سيدنا إبراهيم ويوم اللي زدتوا نمرود. فرح صور لكم هذه، طبعاً كلها حديقة هون، ناس بتقعد تسلى، وعندكم هون مكان المشي إلى بحيرة السمك. هذه بحيرة السمك اخواني بأورفا، طبعا السمك موجود داخل البحيرة بشكل كتير يعني. وهون في جنبها مقبرة، طبعا هذا مكان خاص او معروف للسياح. بس قصة هذه السمك في كذا رواية، فاللي بيعرف يكتب التعليق. شايفين مقبرة السمك؟ وهذا قبر الشيخ علي الشاذلي. طبعا هون في جامع صغير اخواني، تنزلوا على لوح زجاج ما شاء الله. هون في سمك مثل ما شايفين صغير، هون فيكم تشربوا ماي. طبعا تحت هذا الزجاج كله ماي. هذا مكان الجامع. هذا الجامع اخواني جنب السمك اللي صاير هو بالبحيرة. هاي بحيرة السمك، فجنبها مثل ما قلت لكم في جامع، تدخلوا لجوا في مي تحت الازاز هون، عاملينها بطريقة حلوة مشان الواحد اول ما يدخل يتفرج. في سمك صغير وفي انواع صغيره من هون كمان، شايفينه؟ طبعا انتم جايين من هنيك اخواني تروحوا على لفه، تدخلوا بهيدا الباب الاسود، واذا حابين تطلعوا لفوق تتفرجوا على المتحف. وهون في عندكم حديقه كمان مطله، هذيك القلعه اللي فوقها هي اللي مبينه عليكم كبيره ضخمه. الجو هون حلو كثير، رواق، هداوة هيك، بتقعدوا ترتاحوا. هذا الدرج هون بياخدكم على اسواق فوق، ابنية صغيرة جنب البحيرة. فيكم تطلعوا من هون كمان تلفوا على الحديقة هي الضخمة الطويلة ما شاء الله، طويلة وحلوة صراحة. الحديقة كتير ضخمة كتير، والقلعة فوق طالع منظرة حلو رائع من تحت. وعندكم هون تلفوا بترجعوا بتنزلوا على البحيرة نفسها اللي جيتوا فيها، يعني بتدخلوا من نفس الباب، إذا حابين تعملوا لفة بترجعوا عليها من تحت. كمان هون خلف البحيرة اخواني
في عاملين تشانل كمان مليان سمك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مليانة. مدينة أورفا بصراحة أخواني حلوة وتستحق الزيارة. هون منظر الإطلالات والطريق. اليوم درجة الحرارة 28 شوب اليوم. هذا طريق ماردين حدود العراق هابور. اخواني عبيت هون هلا ديزل اللتر الديزل ب 22.33 قرش صح اخي؟ صح. هون المعلم عم يعبي لنا ديزل. انا وجهتي ان شاء الله على العراق. هذه السيارة. السيارة ما شاء الله امورها تمام. اخي بس سؤال، كم تبعد ماردين من هون؟ ماردين 190 كيلو. 190 وهابور حدود 320. هابور تعتبر حدود تركيا ولا العراق؟ باب ابراهيم الخليل. يعني حدود ابراهيم الخليل العراق، لكن هابور تركيا. تمام، الله يجزيك الخير. حاليا بدي ارتاح تقريبا ربع ساعة بمحطة الوقود، اتوضأ وصلي وانا متجه ان شاء الله الى ماردين. هذه قرية صغيرة اسمها المرج، قريبة على محطة الوقود. عبيت ديزل ارتحت شوي اخذت شاي انا وساحب ان شاء الله الى ماردين. بلشت هون الاراضي تختلف عن الاراضي قبل ما اوقف بمحطة الوقود. مثل ما شايفين هون كل الاراضي قريبة على اراضي ايديرنا. انتو داخلين من بلغاريا على تركيا، بس بصراحة اراضيهم شاسعة هون عمد البصر. ما مزروعة هي، يعني مزروعة شيء بسيط والباقي كله ما مزروع. باقي لي ان شاء الله 100 كيلومتر لماردين. بدي ارتاح شوي بماردين وانا وساحب على هابور حدود تركيا مع حدود ابراهيم الخليل مع العراق ان شاء الله. اعطيتكم تسعيرة الديزل. هلا عندي درجة الحرارة 26 صار شوي شوب. حاليا اخواني وصلت على مدينة اسمها ويران شهير او فيران شهير، هيك مكتوبة عندي بالجي بي اس. يلي بيعرف اسمه مزبوط، اي شخص بيشوف الفيديو بيعرف اسمه مزبوط لهذه المدينة يكتب بالتعليق. انا مبينة عندي على الجي بي اس فيران شهير او ويران شهير. وصلت هون اخواني على مدينة صغيرة قبل ماردين تقريبا بشي 26 كيلومتر. صراحة اسمه صعب ما قدرت احفظه، لكن راح اكتب لكم اياه بالتعليق. المدينة اسمها لازي. اللفظة المشكلة صعب. درجة الحرارة 28. اللفظة مثل ما قلت لكم صعب للمدينة، لكن راح احاول اكتب لكم اسمها او احاول اجيب لفظة مزبوط. هذه هي المدينة اسمها كيزيلتبي. اسمع اخواني كيزيلتبي هيك اسمها، هيك مبين عندي انا على الجي بي اس. المشكلة اسامي القرى عندهم هون صعبة شوي الواحد يحفظها او صعوبة باللفظ، يعني صعب الواحد يلفظها باللغة التركية او بالانجليزية حتى. هون في جامع طبعا، هون لافتة اتجاه ماردين، وطبعا على طول اخواني هابور. هلا اخواني اخذ وجهتي الى ماردين، باقي لي 20 كيلومتر. بس هذه المدينه بصراحه فيها مساجد كثير، يعني مبين علي على اليمين واليسار مساجد كثير كثير فيها ما شاء الله. طبعا هون اخواني في اشاره على مطار مكتوب عندي على الجي بي اس مطار حسين ماردين. هذا المطار شكله قريب على ماردين. اخواني هذه هي المدينة اللي كنت فيها هلا موجود حاليا، وفيها مطار حسين ماردين. هلا وجهتي ان شاء الله الى ماردين. بس ما شاء الله هون المنظر حلو رائع. باقي لي 12 كيلومتر على ماردين.
شاء الله اخواني. بصراحة اول دخول ماردين فيها جبال حلوة رائعة جدا. انا في عندي صديق اسمه ابو ابراهيم، هو مارديني من هون، لكن ساكن معي بالسويد بيوتبوري من بداية دخولي على ماردين وانا عم بتذكره، فوصف لي اياها، هي كتير كتير حلوة رائعة. هذا السبب شجعت تروح علي لماردين. وكان في عندي صديق اسمه محمد امين الله يرحمه، توفى هو باسطنبول، هو من ماردين كمان، كان يقول لي ماردين يعني شغلة كبيرة. شايفين اخواني على تصميم الطريق عندهم هون، صخر تحته شجر، يعني زارعينه وممددينه انابيب مي وعاملينه بطريقة حريفة، بس عندهم الجبال هون حافرينها يعني ما شاء الله ضخمة جدا. طالع لهنيك، ما بعرف اذا شايفينه، طريقته جدا حلوة. هذا اخواني اللي شايفينه فوق اسمه هيلتون جاردن اي ان ان، هون عاملين بنايات فوق الجبال عندهم هون. طلوع بالسيارة لماردين بصراحة صعب، صعب كتير. ماردين انا اخواني والله بصراحة كنت حابب اروح عليها من زمان، لكن ما قدرت، ما سنحت الفرصة، فاستغليت هذه الفرصة انه كوني رايح للعراق، فبدي مر فيها. طبعا بعيدة عن الاستراد 30 كيلومتر، عن الاستراد الدولي اللي بياخدكم لحدود تركيا العراق. هون في عندهم جامع عاملينه من طراز اموي او طراز عثماني، جنن منظره طالع. هوني القصر العدلي بماردين، هيك مكتوب، ماردين ادليت سراي قصر العدلي. هون مكتوب بالحديقة ماردين. يا اخي الجو حلو هون عندهم ما شاء الله، الشمس حلوة، ونحن عنا بالسويد الشمس قليلة تطلع، والجو رائع هون، هوا فريش وفواكه فريش، خضار فريش، الجو منعش. انا بوجه لك تحية خي ابو ابراهيم الحبيب من ماردين، ببعث لك سلام ماردين لإلك ولأيوب ولبرهوم. بدي صور لكم اياها من فوق، شوفوا كيف اطلالتها ما شاء الله. شوفوا هالديكور هذا اللي عاملينه على الجدار هون، رائع جدا. تصميمه خيالي ماردين. هلا طلعت انا على اعلى نقطة بماردين تقريبا. هذا سوق قديم كتير عندهم هون، بيبيعوا طيور وحيوانات أليفة وسوبر ماركت، محل خضار، هاي الميلانة هون. هون ما شاء الله البارات، ما عم لحق المناظر الحلوة بصراحة، بدي صور لكم مناظر أكتر لكن بصراحة وقتي ضيق. هذا هون جامع، هون حاطين حصان على اليمين، شكله للسياح أو ما بعرف. عندهم شوارع قديمة كتير إخواني، عمرها مئات السنين والله. ماردين قديمة قديمة كتير. اللي بيعرف أكتر معلومات عن ماردين يكتب بالتعليق مشان يستفادوا المتابعين، لأنه أنا بصراحة ما كتير قريت على جوجل معلومات عنها، لأنه كنت ملتهي بالطريق وصاير كله الطريق طلوع. فاللي بيعرف معلومات عن ماردين يكتب بالتعليق إخواني مشان المتابعين يستفادوا. مثل ما قلتلكم في عندهم هون سياح جايين لهون. منظرة مدري كيف إخواني، ما بعرف كيف تشبه لكم إياها. جبال فوق بعضها، أبنية فوق بعضها، أزقة ضيقة، شوارع حلوة رائعة جدا للسياح وللي بيجي من تركيا وخارج تركيا. فيها أبنية قديمة، فوق في مقبرة طالع منظرة مدري كيف عاملينه. هون مثل ما شايفين في كافي شوب، محل الخيمة، قاعدين فوق زباين. بدي أوصف لكم إياها لهالسوق، ما عم بعرف كيف تشبهه. لمراكش، لإسبانيا، البرتغال، اليونان، قبرص، ما بعرف، بس شارع رهيب وقديم. وكل ما بتمشوا 500-600 متر بتلاقوا جامع. هون في محلات صابون الغار، هي مشهورة بصابون الغار وبالكبة، ومشهورة بأكلة الطيب ماردين. هون في محل معجنات، سوق الذهب، سوق الفضة والمسابح، ما شاء الله تبارك الله. بصراحة اخواني اول مدينة يعني بتخرق مشتي مظبوط هي ماردين، لانه بصراحة ديزاينها رهيب وعجيب وغريب. هون في محل بوزة،
بتسلوا الناس هون بيلعبون بالأبوع والبوزة. هون في كمان جامع صغير. والله يا إخواني صراحة محتار شو بدي صور لكم بماردين. ما في محل أو متر إلا في منظر حلو، وكله سوق بجنن رائع، سوق شعبي. شو بتحتاجوا؟ كل شيء بيخطر في بالكم موجود هون. معجنات، ألبان، أجبان، خضار، فواكه، مسابح، صابون، بهارات. ما بعرف شو بدي أعدد لكم. هون في نحاسيات. وصرت ماشي تقريبا شي 4 كيلومتر بهذا الشارع، وبعد لسه في موجود لقدام. هذه هون حديقة، هذا بياع السوس هون. السلام عليكم ابي. السلام. هون شوفوا لي هالكافي شوب فوق، تحفة. في منطقة اسمها باليونان اكروبولي، بتشبه شوي. هون بيعين البوزة كمان، والناس قاعدة عم تبورد بالشوب. اخواني والله بصراحة ما بعرف شو بدي لكم، انا حابب ابقى فيها اكتر من هالوقت اللي قضيته فيها لماردين، لكن بصراحة هون الابنية فظيعة، والوقت ما بايدي لانه انا طالع مرور على العراق، يعني رايح ان شاء الله. اخواني بصراحة دخلت مفرق صار فيه كتير زحمة، وما صدقت كيف طلعت، فبدي اطلع ان شاء الله حاليا من ماردين، لانه بصراحة هذا الوقت كتير زحمة، في عندهم سياح كتير، فالشوارع ضيقة وسياراتهم كتيرة هون بماردين، وجاي سياح من خارج تركيا ومن تركيا، لانه ما بقى فيني اتأخر مشان اوصل على توقيتي انا على الحدود ان شاء الله قبل ما يصير تعتيم العين. هذه هون مدرسة ما شاء الله كبيرة كبيرة ماردين اخواني، والله كبيرة. هي هون الجارلك والجبس. ماردين تستحق الزيارة والله اخواني، يعني هي واسطنبول حاليا نمبر 1 في السياحة. ليك على هذا المحل الكعك ما شاء الله تبارك الله، شيء بيشهي النفس. بتلاقوا فيها لماردين ضياع، يعني نوع من الضيعة، نكهة من البيوت القديمة، نكهة من الآثار. شعبها كثير صراحة طيب. هون هدا بيبيع زيتون. السلام عليكم أبي. هذا دبس رمان بعد. تلاقوا محل خضرجي، وبعدين محل مرتب زيتون. هاي محل زيتون. السلام عليكم أبي. السلام. هاي هون الجبنة والزيتون. هذه قهوة هون. من كتر الآثار اللي عندهم هون بماردين ما بلحق صور. شي كهوف، شي مساجد، بيوت أثرية. هذا ما بعرف شو هو، يمكن مركز أمن أو شي، مكتوب ضابطية. سامعين إخواني صوت الهواء؟ فطفيت السيارة شوي خلي تبرد أو ترتاح، لأنه صار فيها طلوع، أكلة طلوع قوي. هذول منظر البيوت هون، هذا الأستراد تنزلوا فيه لتحت، كله مناظر حلوة. شايفين إخواني هون كلها بيوت أثرية عالية كتير مطبقينها فوق بعضها. عندكم هذا السايد هون جبل وتحته بيوت، تحسوا حالكم بمعلولة أو بصيدنايا بالشام، يعني بسوريا عفوا. وهوا رائع كتير منعش، يعني لدرجة إنكم ممكن تاخدوا قيلولة هون ترتاحوا وتتغدوا. بس البيوت فوق صراحة ضربت لي دماغي. في عندهم مقبرة على راس الجبل، كيف عاملينها كيف مصممينها ما بعرف. اخواني ما فيني اتأخر اكثر من هيك، لانه بصراحة عندي طريق طويل لحدود العراق. طبعا لسه كتير كبيرة ماردين كبيرة لجوه، يعني حاولت قدر الامكان اخذ لكم بعض اللقطات اعطيكم فكرة سريعة عنها. اللي عنده معلومات اكثر عن ماردين، قديش عمر البيوت، قديش عمر المدينة، يكتب بالتعليق. هلا ان شاء الله اخذ وجهتي الى الاوستراد باتجاه زاخو الى حدود العراق ان شاء الله. معي تقريبا اخواني 3 ساعات ونص، بصير بتعتم العين، فبدي احاول اطلع على رواق، لانه بصراحه طرقات ماردين كثير قاسيه طلوع ونزول، وبده يكون الواحد منتبه لانه في زحمه كثير كثير اليوم. هذه اللقطه الاخيره قبل ما اطلع من ماردين.
راح اخذ لكم اياها بشكل سريع تتمتعوا بهالمناظر الحلوة هون. المشكلة الهواء هون يعني الواحد مثل ما قلت لكم بياخد قيلولة، يعني قيلولة الظهر. اذا الواحد اكل غدا بيخفى هو واقف على الهواء الحلو. فهذه حبيت صور لكم اياها من تحت، هذيك القلعة صورت لكم اياها انا وطالع. انا جيت من فوق اخواني من تحت، يعني من هون من طلعت من هنيك ونزلت من فوق، وهذا الطريق لتحت وانتم ساحبين للاوستراد. هذا الحائط اللي شايفينه بعيد شوي، هذا هو حائط وفي اسلاك شائكة وفي حاجز اسلاك حديد قدامه. ففي منطقة، طبعا هذا الشريط الحدودي اخواني على طوله طويل، هذه تركيا اللي ماشي فيها حاليا، وخلف هذا الحائط حدود سوريا، حدود بلدي سوريا. طبعا انا بعيد عن الحائط بالضبط تقريبا 200 متر، فهذا بلدي الحبيب سوريا اخواني. هلا حاليا باذن الله باقي تقريبا 160 كيلومتر لحدود العراق ان شاء الله. طبعا هون اخواني الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، هي مدينة نصيبين قدام الشاحنة الخضراء. طبعا هذه المدينة اخواني تابعة لتركيا وخلف القامشلي. سبحان الله، الواحد بعيد عن بلده 100 متر ما قادر يدخل، صعبة. طبعا اخواني هذا اخ تركي شفته هون على الطريق، اخذته معي على الحدود تركيا العراق، رايح المسكين واقف الدنيا شوب. السلام عليكم ابي. السلام عليكم. ناصر سين. الحمد لله. عراق اصلا. عراق اربيل. هذه مدينة نصيبين. اذا منتبهين انتم في حاجز حجر او حائط. هذا الشريط الحدودي. بين مدينة القامشلي وبين مدينة نصيبين التابعة لتركيا. هاي ان شاء الله 75 كيلومتر على حدود تركيا العراق. كمان هون اخ مسكين تركي طلعته كان واقف بالحر، درجة الحرارة 26. ناصر صنع بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. المساكين هون اخواني بوقفوا بالطرقات مشان حدا يطلعهم يساعدهم لقدام 20 كيلو 25 كيلو متر، الدنيا شوب. فإذا ما حدا ساعده بيتم هون منقوع المسكين وبيشوب، الدنيا يعني نار الأرض. فسبحان الله أنا رايح ورايح فاضي، بسليني وكنا بنعمل خير. هذه آبار النفط بشرق الفرات بسوريا، عم يحفروا رقات لبيب للبترول. هذا هون اخواني اخ تركي المسكين كمان واقف هون بالحر، جبته طلعته معي على حدود تركيا العراق. بس هون ما شاء الله تبارك الله المنظر حلو رائع. فباقي لي شيء 37 كيلومتر بوصل على حدود تركيا العراق ان شاء الله. حبايبي متابعيني الله يسعد مساكم، هذا الطريق اللي بيودي على حدود تركيا العراق. طبعا انا جاي اخواني من هنيك، محل اصبعتي من هنيك على هذا الخط كامل، على هذه اللفة كاملة من هنيك. المشكلة اللي صايرة معي انا بالطريق انه هذا الطريق كلياته زفت، يعني السيارة تبهدلت. فشايفين اخواني هذا الطريق الله يعزكم جدا سيء، وحتى عندكم طريق انتم جايين من جهة تركيا طبعا الى مدينة ماردين، كل شيء طريق تعبان، يعني كل الطريق تعبان. الطريق انتم اللي بتاخذوه من ماردين لحدود تركيا كله تعبان. حبيت صوركم هذا المنظر، صاير مرتفع حلو رائع جدا. هنيك كان في جسر ولكن للاسف ما قدرت لحقه بالتصوير لانه كان في زحمة وراي. وطبعا هون حدود سوريا مع العراق مع تركيا. هلا هيك يا اخواني انتوا رايحين على العراق، وطبعا هيك حدود سوريا، وهذه تركيا اللي واقف فيها انا. بس الجو اليوم ممتاز، حبيت طفي السياره شوي ريحها مشان الجير مشان الماكينه. فالشاحنات عم تطلع طلوع كل هذا صعب، فالحمد لله الله عم يستر هالناس اخواني. طبعا هناك حدود سوريا، وهذه انا حاليا في تركيا، وهلا ان شاء الله
25 كيلومتر على حدود العراق. بس هون كيف عاملين النظام بالنسبة للحدود يعني شيء بيخوف. وبالنسبة للطريق هذا اللي ماشي عليه طريق يا أخواني جدا تعبان. بنصح اللي بده يجي على طريق ماردين باتجاه العراق أخواننا العراقية يزبطوا دوزان السيارة مزبوط عشان ما يعني تخرب السيارة بهالطرقات هذه. يعني تكون سيارة مثل ما بيقولوا أوف رود يعني مخصصة للطرقات الوعرة. لأنه بصراحة صرت ماشي شي 200 كيلومتر من قبل ماردين وهلأ 150-350 طرق جدا تعبانة. 350 كيلومتر إخواني طرق جدا جدا تعبانة. هنيك مثل ما شايفين الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا. وهنيك في نهر هذا اللي بيفصل بين تركيا والعراق وسوريا. هذا الطريق إخواني مثل ما شايفين كله تعبان كله خربان يعني كله حفريات ما مزبطينه الأتراك للأسف. بتدخلوا أول إديرنا من جهة أوروبا طرقات فخامة. طب من طرقات من جهة يعني الطريق من جهة سوريا والعراق ليش هيك الطريق تعبان؟ إيش معنى الطرقات باتجاه الدول العربية تعبان والطرقات اللي باتجاه إديرنا ببلغاريا على اليونان ممتازة؟ يعني شيء غريب عجيب. طبعا طلعت من هذا الطريق المتعرج اللي فيه مطبات ويعني تصليحاته لسنة ما بيخلص. طلع لي هذا الطريق شوي أحسن الحمد لله. باقي لي 18 كيلومتر بإذن الله. وهذا غروب الشمس. الساعة عندي إخواني 7 مساء. درجة الحرارة 24 بس الجو حلو ممتاز. هذا الأخ أبو النيسان زمر لي قال لي تعال حالي فهو شكله عارف إن إحنا رايح العراق. الحمد لله أخواني وأخيرا وصلت على حدود هابور حدود تركيا العراق. هذا هو الطريق باقي تقريبا 3 كيلومتر بس في زحمة شاحنات مثل ما شايفين على إيدي اليمين. وبصراحة هون الأراضي عندهم مع جبال يعني فيها نكهة نكهة سبحان الله يعني منظر رائع والله. وصلت الحمد لله وأخيرا بعد تقريبا 875 كيلومتر إلى هابور حدود تركيا مع العراق. طبعا إخواني حدود هابور هي تابعة لتركيا حدود إبراهيم الخليل تابعة للعراق مشان تعرفوا أنتم. هذا حدود هابور. هابور هذا تركيا ما حدود هابور. وابراهيم الخليل العراق يا هذه حدود هابور اخواني. هلا ناطر البوابه لا تفتح. هاي البوابه هذا حدود هابور. خلصت اول بوابه من حدود هابور التركيه باتجاه العراق. هلا باقي حدود ابراهيم الخليل. بس قبل طبعا لازم نشوف الحدود التركيه هون والامور تكون تمام ان شاء الله. اخواني طبعا انا هلا على حدود هابور التركيه. هون في سيارات عراقية من دهوك من بغداد من أربيل. طبعا هذه الحدود تاخذوا ورقة أخواني هناك تدفعوا 100 ليرة تركي بتفوتوا على أول بوابة ثاني بوابة هون بتصفوا السيارة وبتروحوا بتختموا الجواز السفر تمام أخواني. بعدين تاخذوا الأوراق السيارة على المبنى الثاني هون. ختمت الجواز من البوابة الثانية أخواني وهلا حاليا على بوابة إبراهيم الخليل بوابة حدود العراق. اليوم إخواني بحدود إبراهيم الخليل زحمة كتير على حدود العراق. خلصت الحدود التركية ما شاء الله بخمس دقائق لكن حدود العراق الناس فوق بعضها. وهذا النهر هون تحت الجسر ما بعرف شو أي نهر، نهر الفرات ولا دجلة ولا نهر عادي. فاللي مارق بالحدود هذه ويعرف شو تحت هذا الجسر اي نهر يكتب اخواني بالتعليق. اخواني انا شيكت على الجي بي اس عندي هذا النهر اللي تحت الجسر نهر دجلة. فاذا انا غلطان حدا من الاخواني صحح بالتعليق يكتب تعليق تحت الفيديو شو هو هذا النهر شو اسمه. هذا علم كردستان العراق. السلام عليكم اخواني انا هون بحدود اربيل داهوك على العراق بكردستان العراق. قالوا لي بدك لقاح وبدي فيزا. انا استغربت صراحه منه للاخ الضابط عبيلي بدي فيزا لجوا
على العراق، لأنه إذا مرقت ببغداد أو الموصل ما شافوا عندي فيزا بيرجعوني. وبالإضافة للقاح، لقاح ما عندي صراحة، أنا عندي فحص بي سي آر ما عامل لقاح. أنا نشوف إذا بتنحل إن شاء الله بتنحل، ما بتنحل برجع على تركيا. هلأ أخواني راجع على تركيا، لأنه أول سبب بدي فيزا، ثاني سبب بدي لقاح، لقاح ما عندي وفيزا محلولة، لكن اللقاح أهم من الفيزا. هذه على كلام الشرطة، هذه على كلام الشرطة بقسم الجوازات أو الحدود بإبراهيم الخليل بإقليم كردستان العراق. ما إلي نصيب أدخل العراق بعد سفر طويل وتعب، ما في نصيب ندخل العراق والله يا شباب. وهلأ طالع من حدود كردستان العراق إلى حدود تركيا. سبحان الله نصيب. المشكلة هون عندهم إخواني بالحدود، يعني الله يكون بعون الناس، زحمة اليوم زحمة ما طبيعية، زحمة وناس أطفال ناطرين لحتى يفتح الخط تاع الحدود التركية. الخط طويل. هذه هون حدود تركيا، وعندكم هون حدود زاخو، طبعا حدود اقليم كردستان العراق. انتوا رايحين على دهوك، وهذا نهر دجلة ما شاء الله صوته قوي. هذا كامل نهر دجلة ما شاء الله. اخواني صار معي ظرف مبارح او بالاحرى صار معي قصة هيك خفيفة، تعذبت كتير بحدود زاخو، طلبوا مني فحص البي سي ار، اعطيتهم اياه، قال بدي فيزا، قلنا تكرم ما في اي مشكلة، امتى ما بدكم هلا بعملها، قال ايه ما في مشكلة اعملها. بالاخير طلبوا مني التطعيم، تطعيم الفاكسين، قلت لهم انا ما عندي تطعيم. لكن اللي خلاني انا انبسط انه وصلت لاقليم كردستان العراق، يعني زاخو نفسها هي الحدود اللي كنت راي عليها. يعني هلا الباقي ان شاء الله، لنفترض اذا انا طلعت طيران رحت على بغداد او بالبصرة او اي مدينة داخل العراق، المهم تكون وصلت الفكرة للاخوة العراقيين والتكلفة والتفاصيل اللي شرحت لكم اياها بالفيديوهات السابقة من السويد الى زاخو. والباقي انتم بقى بتتصرفوا فيه داخل العراق، لانه انتم بصراحة ادرى بالقوانين كونكم عراقيين. فانا اصلي سوري، قال لي بدك فيزا، قلت له انا عارف، قلت له انا اللي بعرفه انه السويدي ما بده فيزا، قال انا عارف مزبوط كلامك، قال لي لكن انت اصلك سوري، لو انت اصلك عراقي ما تحتاج. المهم اخواني انا راح اختم الفيديو هلا، لا تنسوا تضغطوا لايك للفيديو اذا عجبكم، اللي ما مشترك بالقناة برجع بذكركم يشترك فعل الجرس. ان شاء الله راح لاقيكم برحلة جديدة بفيديو جديد. دعواتكم الطيبة، تسبعوا على ألف خير.